السلام عليكم. طبعا عشان احنا بازلنا على وعدنا معاكم انكم هتشوفوا كل الدول من خلال برنامجنا، قررنا تكونوا معانا النهاردة في رحلتنا المتميزة جدا لفرنسا، البلد السياحي اللي بتحتل مكان الصدارة في كل حاجة لاختلافها وتفردها عن باقي دول العالم. فرنسا فيها حالة من الجمال والرقي والهدوء، وكمان فيها معالم سياحية كتيرة جدا، تاريخية ومعمارية وفنية وكمان إسلامية، وده دليل على إن جمال المعالم السياحية في أي مكان لا يكتمل إلا بوجود أثرنا الإسلامية. وحسب التقديرات عدد المسلمين في فرنسا بيتراوح من 5 ل6 ملايين نسمة تقريبا، والإسلام هو تاني ديانة فيها. هنبدأ رحلتنا بأشهر المتاحف الفنية في العالم وأكثرها أهمية، متحف اللوفر في باريس، واللي بيضم قسم خاص للفنون الإسلامية، وهو واحد من أكبر وأهم صالات العرض العالمية، وتم افتتاحه عام 1905 ميلاديا، وفيه مجموعات نادرة وحصرية من الأعمال والروائع الإسلامية. بيعرض المتحف 35 ألف قطعة أثرية، نصها أثار إسلامية وعددها 17500 قطعة من روائع الفن الإسلامي، وبيرجع تاريخ أغلبها للفترة ما بين القرن السابع والتاسع عشر الميلادي. ويضم الجناح الإسلامي مختلف الفنون على مدى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، من بينها مجموعة من آيات القرآن الكريم اللي تم نحتها على الخشب والسيراميك، وتحف من السيراميك والفسيفساء المصنع من الخشب والعاج، بالإضافة لتشكيلات مميزة من صناعة الأواني الزجاجية. دمشق السورية، وكمان سيف السلطان العثماني سليمان القانوني. ومن بين الآثار النادرة جدا وعاء يعود للعهد المملوكي، وصنع في الفترة ما بين 1320 ل1340 ميلاديا، وبيعتبر القطعة الأثرية الوحيدة حول العالم اللي بتضم 6 توقيعات تعود لصانع.
تشكيلات مميزة من صناعة الأواني الزجاجية ومخطوطات ترجع لفترة بداية الإسلام وعصر الخلفاء الراشدين والدولتين الأموية والعباسية، ومنسوجات وسجاد وأحجار كريمة ومنمنمات بترجع للقرون القديمة. ومن روعة وجمال وتأثير آثارنا الإسلامية، صرح منسق قسم الآثار الإسلامية في متحف اللوفر إن كل ما يعرض في القسم الإسلامي بيشكل جزء من الثقافة العالمية، وقال كمان إن القطع الفنية الإسلامية أصبحت جزءاً من الثقافة الفرنسية في عهد مبكر لما كان لويس الرابع عشر بيجمع القطع منها وبيضمها لمجموعة الخاصة، وده دليل على قيمة ومكانة الآثار الإسلامية في دول الغرب. وأما اللي سافر باريس مدينة النور وزار متحف اللوفر وبالأخص الجناح الإسلامي، يا ترى إيه شكل النقوش اللي موجودة على سيف السلطان العثماني؟ ياريت تشاركونا حلقتنا ونشوف معلوماتكم على صفحتنا اقرأ في مصر، واشوفكم الحلقة الجاية ويبقى الأثر.